حلقة الليلة رائعة وتستحق الاستماع إليها. حكاية الليلة غادي تكون أول حكاية ما بين الحكايات اللي تحمست ليها باش أنا نشاركها معكم عاجلا غير آجلا. تخيلوا معايا هذه الحكاية ما شربش منها ولو نقطة سلبية، قصة لكلها لطف إلهي مخفي في ابتلاءات. أول حكاية طويلة اللي غادي نضطر باش أنا نقسمها لجزئين أو لشطرين لأنها مليئة بالعبر وفيها حكايتين في وسط حكاية واحدة. استعدوا للإيجابية وأهلا ومرحبا بس مشوفين. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. انا الحمد لله في جميع الاحوال، واخا دازت عليا البارح انا والاسره ديالي الصغيره، نسالكم الدعاء وباش تعرفوا بلي انكم في القلب مهما العياء والتعب الذي اعانيه والحمد لله ما قدرش انني نخبر عليكم، حيتاش تصرون باش انني نحط لكم بطريقه لي مستمره، وانتم ايضا بدوركم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. واذا مازال ما التحقتيش بالعائله كنقول لك اهلا ومرحبا بك، واذا كنت من أهل الدار الدار دارك. ما نتعطلش عليكم أكثر وخليني نبدأ لكم في الأحداث الشيقة. لنبدأ. أنا اسمتي نورهان، تربيت وسط أسرة بسيطة ما كانش نقصني فيها حتى شي خير والحمد لله. بابا واحد الإنسان اللي تيبيع الفواكه، خدام واحد الخدمة اللي هي زوينة اللي عايشين منها. ماما ما كانش خدامة وحاضية غير وليداتها ورجلها، غير هي كانت كتخاف من بابا، كتخاف من المشاكل. كانت عايشة معاه ككل الأزواج، مرة مناقشين مرة مصالحين مرة مخاصمين، وعادي عندي ربعة ديال خوتي وأنا هي الوسط ما بيناتهم. بديت تنكبر وصلت للإعدادي، درت الفولار عن قناعة وكحب في الحجاب. طلعت للثانوي وكنت باقة واحد الإنسانة اللي هي كتخاف وما كتقدرش تدير شي حاجة ماشي حتى لهي. ما كيعجبنيش أنني نهضر مع الدراري، واخا أنه كانوا طلبات من الأولاد ديال القسم كضحك ولعب، ولكن أنا كنت ديما كنخاف من خوتي الدراري وما عمرني فكرت ندير شي علاقة. عمر شي إنسان قاسني أو لجمعتني به علاقة، كنت نعرف الدراري غير الهضرة في القسم وصاف. واحد العام فكرت أنني نخدم، دبرت على خدمة في واحد الفيرما اللي تتكون فيها الخضرة، خدمت بخمسين درهم النهار، جمعت في ليسات جولي تكسيت. هذاك العام ما كانش قداني الفرحة، تهليت في ماما وشريت لها أي حاجة بغات وكل واحد كنت نعطيه، واخا تمارة واخا تعب المهم خدمت. في عامي الاول من الباك وليت باغا نخرج باغا نلبس حوايج ما بقاوش تيعجبوني، جاتني المراهقه على اللباس. وبما انه عائلتي اللي هي واحد الاسره اللي هي بسيطه، فكنا كنتكساو من الدخله ديال المدرسه للدخله ديال المدرسه اولا من عيد العيد. اللي با كان تيشري لنا شي كسيوه كتفرحنا، والله يحسن العوان كانوا عنده مصاريف اليوم اكثر. يعني فاش وصلت للباك وليت باغا ندير شي حوايج كبر من المستوى ديالي، عاوتاني وليت كنفكر باش انني نقلب على شي خدمه نقرا ونخدم، ولكن ما لقيتش. هذاك العام الاول ديال الباك سقطت وما قدرش انني نعاود حيت ما بغيتش نضيع عام اخر، وانا ما عارفاش واش غادي نشدو ولا لا. قلت نمشي ندير واحد المسار واحد اخر اللي هو ليستيا. مشيت درت باك ليبر ودرت هاد لافاك اللي تخصصت فيها في الكونطابيليتي. عامي الاول خدمت في مدرسه كمساعده اللي حتى هي جمعت منها شي شويه ديال الفلوس وعجبني الحال. هنا في لقيت بلي انه انا ما نقدرش نكمل قرايتي في الجامعه حيتاش محتاجه المدخول اللي الله يقنعني، وما نبقاش نبرزط والديا. كنت نقول انا قاده براسي. المهم كلشي كان غادي مزيان في عامي الاول من لافاك، في عامي الثاني كلشي غادي يتبدل. تما تعرفت على واحد الولد في الفيسبوك، ولكن كانت واحد العلاقه اللي هي عابره وغير بالضحك. واحد النهار فكرت انني نخرج انا وياه، بدا كيقول لي لا خاصنا نخرجوا، خصني هادي خصني هادي وممكنش نبقى غير تندوي معاك. فولا تيجي لعندي قدام الباب نتاع لافاك وغير تنهضروا كيمشي في حاله، عمر ما كانت بيناتنا شي حاجه. واحد النهار قلت لي صافي نخرجوا، خرجت معاه في عيد الحب وكراكم عارفين المراهقه كيفاش تيكون. خرجت معاه بالعشيه غير عادي وضحكنا ورجعت في حالي. ملي رجعت للدار كملت معاه الجمعه في فيسبوك في البيسي ديالي، حطيته بيد ما نمشي نقضي واحد الغراض ونعاود نرجع. ما غادي يجي يهزو غير خويا اللي كان كبر مني بخمس سنين، حل فيسبوك وبانوا لي الميساجات ديالي اللي بيني وبين داك الدري. بلا ما نقول لكم شنو دار ليا، ضربني سلخني كليت العصا ومنعني على لافاك، بقيت كنرغبو كنبوس لي رجليه والو. طاحت عليا واحد الفكره بحيلة انا اللي بغيت نعاقبهم، كتبت واحد الرساله بلي انني خارجه من الدار بغيت غير نخلعهم عليا باش يديروا لي خاطري، وانا اصلا ما كان عندي فين نمشي. كتبت فيها ديك الرساله وحطيتها، جات اختي الصغيره قراتها مشات كتفيق ماما بالزربه، جات ماما شداتني دخلتني لواحد البيت سدات عليا وفيقات خوتي اللي كبر مني. والعصا ما تنساش ليا واللي بقى لي اليومين هذا ما بين عينيا، كليت العصا حتى كيعيا مني واحد ويعاود يدوز ليا الاخر
واحد بواحد كان تيدور عليا، عيني زراقو، فخاضي زراقو، بقيت كنبكي. وديك النهار كان عندي امتحان في الكونطابيليتي مع الوحده، قربت الوقت باش نمشي ندوز هذا الامتحان، تنطلبهم عافاكم ماما راه عندي امتحان اليوم خاصني نمشي، راه اذا ما دوزتوش غادي نسقط العام كله. بديت كنطلب فيهم واحد واحد، بست لهم رجليهم، سلخوني سلخوني بزاف. ما يتنساش لي هذاك النهار، عذبوني وضربوني حيت هضرت مع ولد، وحتى فهضرتنا زعما ما كانش شي سوء ادب، وزادوا كملوا عليا ضربوني حيت قلت لهم غادي نخرج من الدار، ما رحمونيش وما جلسوش معايا وفهموني. لا، كانت لغه الحوار ديالنا هي العصا. داك الصباح دوزت كل وانا كنطلب فيهم باش نرجع لافاك. خويا اللي كبر مني قال لي سيري دوزي امتحان، مشيت ندوزو. تصوروا كندخل القسم ديالي والولاد والبنات كلهم اللي تيقراو معايا كتبان لهم عيني زرقاء وجبهتي كلها مبخله، تيقولوا لي مالك واش تعرض لك شي حد؟ كنت نقول لهم غير ما ماليش. تصوروا الورقه ديال الامتحان ديالي كلها عمرتها دموع، فزقات لي عطاني جساد واحد اخرى باش نبدلها. المهم فداك الامتحان غير حضرت وصافي، حيت كنت عارفه بلي انني ما غاديش نخدم فيه. كنت ما تنرضاش قدام صحابي، كانت في واحد النفخه اللي كبيره، مرضت في ديك الوقت وقلت عمرني ما غادي ندوي مازال مع شي واحد، غادي نبدا غير في قرايتي حتى يجي الوقت ونخدم وناسس حياتي، ديك الساعه نخرج ولا ندير اللي بغيت. هذاك العام بالضبط مات جدي، الاب اللي هو ديال ماما واللي كانت في ديك الوقيته الكنازه ديالو. عمت ماما اللي هي خت جدي الله يرحمه جات كتعزيها واحد جارتها اللي كانت ساكنه حداها شحال هادي، وبدات كتعاود ليها على ولدها كيف داير واش لاباس عليه شنو الاحوال ديالو، حيت كانت عمت ماما هي اللي مرضعاه. قالت لها راه تزوج وطلق ودابا ما كرهتش نزوجو. هذيك عمت ماما كانت شافتني في الكنازه عجبتها وبغات تزوجني لولد بنتها، واخا فاش قالوها ليا قلت لهم لا ما بغيتش العائله وما بغيتش نبعد على قرايتي، حتى هما ما حكروش عليا حيتاش هذاك ولدها ما كانش اصلا خدام، فانا ما بغيتش نمشي لواحد المنع وشحال من حاجه ناقصاني ونمشي لاكثر منها، غادي ندخل للدوامه اللي هي خايبه. فرفضت. فهذيك عمت ماما اقترحت على هذيك السيده بلي انه كاينه واحد البنت من العائله، قالت لها جارتها واخا نشوفوها، وصراحه ما كرهتش نتناسب معاكم حيتاش اصلكم زوين ومحترم وكلام اخر اللي بقات كتمدحنا فيه. ديك الوقيته عمت ماما عيطت لماما ومجيت مشي عندها وقالت لها بلي راه كاينه واحد السيده باغا تزوج ولدها وراه دويت ليها على بنتك واش نعطيها النمره. قالت لها ماما غير عطيها ليها وديك الساعه نشوفو. انا لحد الان ما كنت عارفه حتى شي حاجه من هادشي اللي كيدور. عطاتها النمره دوات مع ماما، قالت ليها بلي انا فلانه وما كرهتش نتعرف عليكم ونشوفكم. سولتها ماما ولدك فاش خدام؟ المهم عنده بوست مزيان ومزوج وكان مطلق. سولتها على السن ديالو، لقاتو بلي انا وفيتني ب 25 سنه وانا ديك الساعه كانت عندي 20 سنه. في نفس الوقت بالضبط جا واحد السيد واحد اخر اللي غادي يخطبني اللي هو باقي صغير ولكن بسيط جدا في العمل ديالو. جات ماما قالت لي هادشي، في ديك اللحظه بديت كنتردد، لا عقلي تيقول لي هذاك الولد اللي غير على قد الحال تقدري تعيشي انت وياه والمستوى راه ديالو بسيط وبزاف، وانا في سن المراهقه بغيت نلبس باغا شي واحد اللي يبرعني اولا نختار السيد اللي كبر مني وميسر ماديا ويتهلا فيا. كنت مضطره انني نختار ما بين انني نعيش حياه مرتاحه مع شخص كبير اولا مزيره مع انسان اللي هو قديه ولا ناقص عليا. حرت ما بيناتهم. هذاك النهار غادي نمشي للمدرسه وانا خارجه منها غادي يوقفني واحد الولد شاب وقال لي بلي هادي اسبوع وانا كنتبعك وكنشوفك فين كتمشي وفين كتجي وعرفتك شنو كديري. فهاد الاسبوع اللي تبعتك فيه ما عطاتوش كلمه ما جاوبتوش، تبعني حتى وصل لعند بابا الحانوت ودوى معاه، وهنا تزادت الحيره ديالي. يعني دابا كان هذاك اللي كبر مني وميسر ماديا والاخر اللي بسيط جدا ماديا وصغير وهذا اللي شاب وخدام مع الدوله، تخلطوا عليا الامور وما بقيت فاهمه والو. عندي 20 سنه ولكن عاد بدات كتبان لي الانوثه ديالي. واحد النهار سمعت واحد البنت ذكرات صلاه الاستخاره وكانت بحال شي اشاره ليا اولا تذكير باش نمشي نديرها. قلت اجي ندير عليهم بثلاثهم صلاه الاستخاره. والله العظيم في نفس النهار كنحلم راسي بلي انني في واحد الضفه من الواد وهذاك اللي كبر مني بزاف في الضفه الاخرى. فقط وهنا فين عرفت بلي انه هذا هو اللي كتبوا لي الله. دويت مع ماما اللي قالت لي عطينا القرار ديالك لانه الناس كيسولونا. قلت ليها صافي انا شنو حلمت ومادام ربي اختار لي هذا الانسان اللي كبر مني فانا قابله. قلت ماشي مشكل فارق السن، راه شحال من وحده عايشه بهذا الفارق وعايشه معاه بخير. فعلا جاوبنا الناس ودرت معاه. انا ذاك ما كانش عندي التليفون فكنت كنستعمل غير ديال ماما اللي خدا نمرتها وكان تيصوني عليا مره. تعرفت عليه ولقيت بلي انه ما باغيش يتزوج وبغى غير يرضي الام ديالو حيتاش السيده الاولى كانت شبت بها وفاش وقعوا ما بيناتهم مشاكل طلقها، ولكن فاش جمع معايا عجبو الحال شرط عليه باش انني نسى لي قرايتي ناخذ الدبلوم ديالي وبلي انا راه ما غاديش نخرج معاك حتى نديروا العقد. هو جاوبني صافي. المهم شروطي كلها كان موافق عليها ولحد الساعه كلشي غادي مزيان وانا فرحانه، واخا خوتي كانوا ضد انني نقبل نتزوج براجل كبر مني وبلي انا مازال صغيره وهو قد امي، لا ما تزوجيش بيه وراه فيه الشيب وتيبان قد باك ما بغاوش.
قلت لهم ماشي سوقكم. انا ديك اللحظه باش ما نكذبش عليكم كنت باغا نهرب، باغا نهرب من داك الضغط اللي كانوا معيشيني فيه خوتي. كان ضغط قبل ما يحصلوني كندوي مع داك الولد، زاد الضغط اكثر واكثر ملي لقاوني كندوي معاه، ولات المراقبه وزيروني. اصريت وقلت لهم بلي انا باغاه، وما نكذبش عليكم مع الايام ارتحيت ليه ولقيت فيه الامان، وكينفذ ليا كاع الطلبات ديالي واي حاجه بغيتها كيديرها ليا. عائلته ميسوره، عندهم فيرما طوموبيل، واخا كان ديال با، المهم هو اللي كان كيتصرف في داك الشيء. فبقيت مستمره في انني كنهضر معاه حتى جاوا خطبوني وجابوا لي الخطبه اللي هي بسيطه حيت كان جدي الله مات. هضروا واتفقوا مع والديا ودوزنا الفرحه وتفرقنا. من موراها بقينا في تواصل مستمر مع بعضنا. كيجي عندي للدار وما تنخرجش معاه حيت كان هذا هو الشرط نتاع خوتي، بابا غير كيشوف وكيجلس ما بيناتنا. فمره في الاسبوع كان تيجي يزورني في وسط دارنا، وكل مره كان تيجيب لي شي حاجه. واحد النهار جاب لي تليفون، فرحت بزاف، كان عاجبو الحال معايا، حتى انا كنت واخده حقي في الزين وباغي يطير بالفرحه. كملت عامي ديال القرايه، تزوجت بالسيد اللي كبر مني ب 25 سنه. غادي يطلب مني وعائلته باش انا نمشي للطبيب باش يشوفوا العذريه ديالي، واخا كنت ثقه في راسي وعارفه بلي انه ما كاين والو، ولكن كان هذا هو طلبهم. حيتاش كانوا تيقولوا بلي انه السيده اللي تزوج بها من قبل ما كانتش عذراء ووقعوا مشاكل، فباش يرضي الضمير ديالو غادي يطلب مني باش انا نمشي لعند الطبيبه نتاع النساء. وبكل افتخار مشيت حيت عارفه راسي شنو تنسوى. هو تيقان فرحان كنوجدوا العرس، دازت الحفله ديال العرس. الليله ديالها غادي توقع ما بيناتنا نقاش اللي كان تافه، تخاصمت انا وياه وحنا مازال عرسان. هبطوا خلاني وما رضيتش قدام الناس، بقيت نقول لهم ما بقيتش باغاه وما بقيتش حامله. داز العرس مزيان غير هو سالا انا كرهته، ما بقيتش حامله نشوف فيه. وهو تيقول لهم ما بقيتش باغيها وما بقيتش نديها معايا. غادي يهز الطوموبيل ديالو عمر عائلته فيها وداهم للدار. مابقاوش وحدين مع عائلته كيصونيو عليه باش انه يرجع لهم، فاش جا دارو فيه علاش انه يقلقني. جا طلع لعندي طلب مني السماحه، واخا هكاك كرهته. وليت كنقول شنو تندير انا، اش هاد الحياه فاش دخلت فيها؟ هذا غير النهار الاول وشوف شنو وقع. قلت ما علينا، تقدر تكون العين والعين راه علينا حق او حتى التعب، اجي نبرد ونمشي. مشيت انا وياه ورجعنا للدار كاننا ماشي عرسان، هو في بيت وانا في بيت. ما حملتوش لدرجه انني نعس بالمكياج ديالي. فقت في الصباح فاذا به لقيته واقف عليا تيقول لي سمحي لي ودابا راه خصنا نمشيو للدار الاخر حيت العائله ديالنا كيتسناونا. قلت لي شرطي الوحيد هو انه الناس اللي قلقتي منك البارح طلب منهم السماحه واللي هي عائلتي. المهم عائلتي كانوا جابوا لنا الفطور، دوزنا النهار مزيان، وجيت لداري اللي هي واحد البارطما ديالنا بوحدنا مع دارهم اللي حاطينها ليه ومقدها هو على ذوقه. شي اطراف من عائلته كانوا تيعاودوا ليا قبل العرس باللي انه الدار اللي غادي نسكن معاه فيها لانها مسكونه وكيشوفوا فيها شي حوايج اللي هما ماشي طبيعيين، برزطوني في دماغي لدرجه انني فاش مشيت معاه ليها من بعد العرس شدني واحد الخوف اللي هو رهيب ما نساهش. وقلتها ليه، قال لي لا ما تخافيش انا سنين وساكن هنا وراه غير تيكذبوا عليك باش يخلعوك. وليت معصبه وديك الدار بغيت نبدل فيها كلشي، وحتى حاجه ما عجباني مع انني جيت للدار مقاده بداك الشيء اللي كان عايش فيها مع مرته الاولى. حسيت بواحد السلبيه وواحد الحقره، علاش انا ما شراش لي ناموسيه جديده وماريو جديد؟ علاش علاش علاش؟ لدرجه واحد النهار جاو شدني وقال لي شوفي، اول حاجه لا الماريو ولا الناموسيه ديال المراه الاولى راه تبدلت لانه فكرت في هذا الامر ما غاديش يعجبك. دوك الاطراف من عائلته وكذبوا عليا وعمروا لي راسي باللي انه كلشي راه ديال مرته الاولى. وهنا فين بدات المعاناه ديالي، بدات العصبيه ديالي كتنفجر مرة تصوروا تنكونوا جالسين وكيبداو يقولوا لي اه فراسك المرة الاولى كانت يدير ليها، المرة الاولى كانت يحمق عليها وكيعطيها فلوس. حيت لما تزوجت بها انا ديك الساعه كنت تزير ماديا، وكانت يقول لي صبري معايا بنت الناس راني ما عنديش وراه غير الكريدي باش درت العرس وهادي وهادي. انا تنقول ماشي مشكل، ولكن هما فاش بداو تيجبدوا لي الماضي ديالو كنت نحس بلي انني رخيصه عنده، لدرجه كانوا بقاو شي تصاور ديالها وديالو. قلت لي حرقهم وتنبكي تنبكي وكنقطع فيهم، غادي حرق قدام عيني كل شيء تصور ديالها هو وياها في العرس. وحسيت براسي هنا ارتحيت حيتاش مرضوني، لدرجه واحد الحاجه كانت كتستنزف الصبر ديالي انهم كيبغيو يعيطوا ليا بسميتي وكيعيطوا بسميتها بالعاني باش يفقصوني. وديما كانت الهضرة عليها فلانه فلانه فلانه، لدرجه انني كرهت هذيك الانسانه ومرت بالاعصاب. وكان الحل الوحيد عندي هو نولد شي بيبي باش نبان اني ماشي بحالها وانها هي راه ما ولدتش ليه. كل شهر كانت كتجيني العاده الشهريه، ما كانش كيعجبني الحال، دازو شهور وما كاين حتى شي نتيجه، حتى من هو بدا كيسولني ياك ما كنشرب شي مانع. كل مره مصدعني انا راه باغي الولاد، لدرجه انه واحد النهار قال لي انا تزوجت بك صغيره على ود الولاد وما تنساش لي هذه الكلمه. وليت كنشرب القرفه واي حاجه سخونه غير كتعطل لي الدوره كنمشي كنشري التست. وهنا وهنا كنفرح انا وراجلي، غير هو كيطلع ليا سلبي
كنبقى نعطيها غير البكا. وليت كل شهر كندير تيست وانا فرحانه ولكن كنلقاه سالب. من بعد 9 شهور واحد النهار قال لي يلا نمشيو لعند الطبيب نشوفو ياك ما هو عنده شي مشكل. لقينا بلي انه كلشي هو هذاك. فبديت كنتعاطى المنشطات وهرمونات بدرجه اللي هي كبيره على اساس انه في هذاك الشهر غادي نحمل، ولكن بدون نتيجه. كل مره عند الطبيب في شكل اللي تيعطيني دواء جديد وتنشربو كل مره وانا فرحانه على امل، لدرجه ولات يرفض اننا نمشيو للطبيب. تعقد ولكن انا والو ما مفكاش، ولا الهاجس ديالي هو الحمل. مع العلم لدابا باقيه الهضره على طليقته باللي انه كان تيبغيها وباللي 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 ما كانش يعجبني الحال، وكنزيد كنتعصب ونرد الخاطر ونبكي. خاصني نولد وانا عندي غير 21 سنه. دوزت عام على قدو، كل شهر فيه كناخذ عرام ديال الدواء. واحد النهار وقفت وقلت ما تليتش باغا ندير حتى حاجه، اجي ندير داكشي ديال العرب والمساخن والمسيد ديال الكرش والحشوب. ما خليت ما درت وتا حاجه ما نفعات. واحد النهار جلست مع راسي وقلت شنو تندير انا؟ هاد سيدي اذا بغاني مرحبا، واذا كان بغاني غير على قبل الولاد صافي يمشي، انا ما عرفت الرزق فين كاين، اكيد كاين خير من مورا السبب انني ما حملتش. وقفت كل شيء ومشيت عندو قلت ليه سمع ولد الناس، بغيتيني مرحبا، ما بغيتينيش وبغيتي غير الولاد طلقني. تخيلوا جاتو قاصحه وقال ليا اذا ما جاوش الولاد انا معتبرك انتي بنتي وانا باك ونسي عليا هذا الموضوع. قال لي صحيح انه في الاول كنت باغي الولاد، ولكن مني عاشرتك باغيك انت بروحك. هنا ارتاحيت وبحال خويتو عليا المبارد وقلت الحمد لله لحد الساعه باغيني، واخا بغى يحمق على الولاد. دازت عامين بالضبط ما كاين حتى نتيجه. انا حبس انني نفكر في هذا الامر، حتى حاجه ما بقات عجباني ولا مقنعاني ولا لايقه ليا. كلشي طالع ليا في راسي وغير كانت تقيه وتيقول لي يلا ديري التست. انا رفضت لانه هادشي تيوقع ليا بعض المرات وكان ديما الظن ديالي تيخيب ومن بعد تنحزن. هاد المره قررت باش انني ما ندير لا تيست لا حتى شي حاجه، حيت الميزانيه اللي وصلت بها وانا كنشري فهاد التيستات راه ما يمكنش. وليت كنقول غير المعده اللي ضرتني وما بغيتش نعطي اوهام لراسي، هادي غير المعده حيت كان العيد الكبير وشربت المناضه. ولكن في نفس الوقت بقى ضارني راسي، بغيت نعرف شنو كاين. بدون ما انني نعطي لي شي امل غادي نعيط لماما وقلت ليها غادي نجيو نباتو عندكم، سيري سخري اختي تجيب لي واحد التيست وصباح بكري غادي نجربو عندكم بلا ما يسيق ليا هو الخبر على راجلي. داكشي اللي كان درت التيست، غمضت عيني وحطيت يدي على قلبي وكنت عارفه انني غادي نلقى سالب. غمضت عيني وحطيت يدي على قلبي وعارفه راسي انني غنلقى سالب. حتى حليت عيني كيبانوا ليا جوج الخطوط. الله على فرحي اختي امين، ما تصوريش داك النهار فرحتي قداش كانت قد العالم. انا غادي نولي ام وفي ذاتي كاينه واحد الروح فرحت وما قدرني الفرحه. كان عنق بابا وماما، اما راجلي كان باقي ناعس. هزيت هذاك التيست حطيته ليه فوق راسو، ما ردتش ليه البال. خليته وخرجت وفطرت، عاود ترجعت لعندو لقيتو شافو وما عطاش اهتمام. قال لي مشو تاكدوا عند الطبيب. مشينا وبصح انا حامله. فرح وما كانش مصدق في نفس الوقت تيقول ممكن غلطوا حيتاش مرتو الاولى ما قدرش يجيب معاها الاولاد. انا كنت متاكده بلي انني حامله حيتاش كلشي كان عندي مبدل. داز حملتي مزيانه فرحانه، راجلي فرحان وعجبو الحال، وكرشي بدات كتكبر. وهنا فين بدات يثق اكثر واكثر بلي انا حامله، حيت كان خايف ليكون هادشي غير وهم. مع كين حمل كاذب فرحته كبرات وزادت، واللي بغيتها كيجيبها ليا. غادي نعرف الجنس ديال الجنين اللي كنت باغاه ولد باش نزيد نفرحو. وهنا فعلا الطبيب قال لي بلي انه عندي ولد، ربي ما خيبنيش. ولدت حطوا لي فوق الحمي. تبوريش تبكيت شا كنشوف فيك كنقول الله اكبر ربي حقق لي امنيت، البيت ديالي قدامي، الله روحي قدامي، الله معاهد ديال عامين ربي اخيرا جزاني. مشيت خرجوني للغرفه ديالي، دخل عليا راجلي كيبكي بالفرحه لانه ما صدقش وليدو لحمتو كان كيتمنى سنين. كبر في العمر وبغاهم باش يكبروا معاه ويربيهم ما حدو خدام. دازت فرحتنا، دوزنا احسن اسبوع وكل شي داز مزيان والحمد لله. هاد الولد تزاد بالرزق ديالو، شينا طوموبيل جديده، راجلي طلع مرتبه عليا في الخدمه ديالو، وقعوا بزاف ديال التفاصيل ايجابيه الحمد لله. فمن بعد عام ونص غادي تجي الجائحه ديال كورونا، ما بقيتش كنمشي لدارنا، ما بقيتش كنشوفهم حيت كان كلشي محبوس. مرضت وضرني راسي بزاف وقلت يمكن هذه راه كورونا، لدرجه ما بقيتش قدرت نوض ولا نرضع ولدي وعييت بزاف. عييت لماما وطلبتها باش انها تجي لعندي حيت كنت محتاجها تديني لعند الطبيب حيت راجلي خدام. جات عندي ماما اداتني للطبيب، وهنا غادي تبدا قصه واحده اخرى. هنا كتبدا قصه المعاناه والالام واللطف الالهي اللي ما كنكروش. مازال كنرضع ولدي، مشيت لعند الطبيبه، قلبتني مالك شنو عندك؟ قلت لها شنو كاين؟ قلبت لي كرشي، لقاتني حامله للمره الثانيه. الله اكبر،
اش هادشي يا ربي؟ الله اكبر، راني دايره الاحتياطات ديالي باش انني ما نحملش. تنقول لها لا راه مستحيل، قالت لي نوضي ديري التيست، درته وخرج ايجابي. فرحت ونشط، ولكن وسط ديك الفرحه كان واحد الالم انا اللي كنت حاسه به. الجزء الاول من القصه هنا فين تيسالي، باقي الجزء الثاني، المرحله الثانيه ديال نورهان، من الم وخبر الصاعقه اللي غادي يوصلها من بعد ما عرفت الخبر المفرح ديال الحمل ديالها الثاني. ما كرهتكمش انكم تخليو لي لتحت في التعليق الراي ديالكم شنو غادي يكون هذا الخبر الصاعقه، وكنوعدكم ان شاء الله ما غاديش نتعطل عليكم، وغدا غادي نحط لكم فيديو جديد باش ما تبقاوش متشوقين للتتمه، لانها تتمه كيف قلت لكم كلها الطاف خفيه من مولانا، ما تفلتوهاش وبقاو على الموعد. فما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما كيكلفكم حتى شي حاجه، ونتلاقاو غدا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.